المزيد من الأضواء أكثر، يسرنا الحديث حول هذا الموضوع وعبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة مع سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية. بداية سعادة الوزير نرحب بك، وكما تعلمون كلف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في اجتماع اللجنة التنسيقية خلال هذا اليوم كل من وزارة الداخلية وأيضا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل التأكد من تنفيذ الإجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة بغرض الحد من انتشار فيروس كورونا. سعادة الوزير، ما هي الإجراءات التي سوف تتخذها وزارتكم الموقرة بهذا الصدد؟ شكرا جزيلا. الحقيقة يعني توجيهات صاحب السمو ولي العهد هي يعني ليست الأولى، يعني الحقيقة صاحب السمو والفريق فريق البحرين الفريق الوطني يعمل ليل نهار ويسطر أمثلة يعني للعمل الوطني الحقيقة مكان اعتزاز الجميع. فشكرا لسمو ولي العهد الحقيقة، وشكرا للفريق الوطني الذي يعني ضرب أمثلة يعني وضع الجميع عند المسؤولية عند مستوى المسؤولية. توجيهات اليوم تأكد أهمية أن يقوم أصحاب العمل والشركات والمؤسسات وكذلك العمال بدورهم بمساندة هذا الجهد الكبير للقيام بالإجراءات الاحترازية للقضاء على هذا أو الحد من تأثير هذا الفيروس. والحقيقة ذكر في تصريح صاحب السمو بأن كثير من الشركات والمؤسسات هي في مستوى المسؤولية فعلا وبدأت تبادر بعمل ما يلزم ضمن مواقع العمل أو ضمن سكن العمال. المؤسسات والشركات ومواقع العمل المختلفة الآن هي على علم تام بكافة الإجراءات الاحترازية، تم موافاتها بكل أنواع التوعية والمطبوعات بجميع اللغات المطلوبة. وأصبح من الواضح أن لا يمكن إلا الالتزام التام والتقيد التام بمثل هذه الإجراءات الاحترازية، لبس كمامات الوجه، الفحص عند دخول المنشآت، التباعد الاجتماعي داخل موقع العمل أو داخل المرافق المختلفة داخل موقع العمل أو في المواصلات أو في مكان الاستراحات أو إلى آخره. جميع يعني الشركات خاصة لديها 50 عامل فأكثر لديها لجان متخصصة للصحة والسلامة المهنية تم تدريبها وتهيئتها لكي تكون أدرع مساعدة وأداة فاعلة للدعم الجهد الحكومي وتأمين المشاركة بين الشركة وبين الجهات الرسمية. هناك متابعة من قبل المنشآت من قبل اللجان المتخصصة لضمان تقيد الجميع بهذه الإجراءات الاحترازية وكذلك إجراءات التعقيم وإجراءات الإبلاغ عن أي حالة وكيفية حجز العمال اللي المصابين أو الإجراءات الاحترازية للمخالطين بهم. فالحقيقة بالنسبة إلى سكن العمال، سكن العمال أيضا هناك جهد كبير حسب التوجيه الصادر من صاحب السمو لوزارة الداخلية ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وقد بدأنا فعلا في تنفيذ هذه التوجيهات الكريمة. وهناك جهد كبير قاعد يبذل حاليا من قبل وزارة الداخلية، ونلاحظ اليوم أن كثير من المنشآت والشركات بدأت تعمل على تخفيف الاكتظاظ في سكن العمال وتخفيف الكثافة داخل سكن العمال وتطبيق الاشتراطات. يعني لابد من محاربة الاكتظاظ والكثافة داخل كل منشأة أو طريقة، يعني الحجرة يجب أن لا تشتمل على عدد كبير من العمال يتسببوا في نقل العدوى بين بعضهم البعض. هناك اشتراطات صحية تم تعميمها على الجميع، تحدد العدد
وأنا مسرور الحقيقة لأنه وجدت كثير من أصحاب الشركات اللي ذكروا اليوم أو وافونا أيضا فيما بعد وسجلوا عندنا مبادراتهم حول عزمهم على توفير سكن إضافي يخفف الكثافة داخل سكن العمال، وأيضا عملية التعقيم، عملية الفحص، عملية وضع حجرة لعزل الحياة اللي فيها شك إلى أن يتم فحصها والتأكد منها، حجر الحجر الاحترازي أيضا. الحقيقة يعني سكن العمال بالذات يعني يشكل أهمية قصوى وأهمية يعني في قمة أولويات العمل الوطني الآن، بحيث أنه يعني لا تتسبب هذه الكثافة وهذه الطريقة في نشر الفيروس. نعم. فالحقيقة رجال أصحاب الأملاك المؤجرين أو أصحاب الشركات يعني نتمنى أن يتعاونوا معنا تعاون جدي، وإحنا راح نكثف الرقابة والزيارات والاتصالات ونرصد أيضا المبادرات الإيجابية اللي راح يقومون فيها أصحاب هذه الشركات لتخفيف الكثافة والتجاوب مع الجهود الحكومية لتفادي نشر هذا الفيروس. نعم. سعادة الوزير، الآن في سياق ما ذكرته وفي الوقت الراهن، كيف تقيمون استجابة أصحاب العمل والعمال بالذات للتعليمات والإجراءات الموجهة لهم من قبلكم والتي هي طبعا متوافقة مع تعليمات وزارة الصحة؟ أنا أعتقد أن يعني قطعت الحكومة والفريق الوطني يعني شوط طويل جدا كبير جدا في التوعية. واضح أن شعب البحرين اليوم واعي جدا بمتطلبات هذه المرحلة، وأصحاب العمل والعمال هم جزء من المجتمع، ونلاحظ أيضا أن حصل تطور كبير في مستوى الوعي ومستوى المبادرة ومستوى الالتزام. فالالتزام الحقيقة مطلوب، وهم نتمنى وهم يعني يكونون في الصفوف الأمامية اللي تحارب هذا الوباء وتشتغل على حماية العمال، لأن العمال هم يعني مواقع العمل هي قلب المجتمع، هي المكان اللي يصير فيه التجمع، هو المكان اللي يعني يعول عليه في الإنتاج، في استمرار صلابة وتماسك سوق العمل، سوق الإنتاج، محافظة على صحة العمال، يعني شيء أساسي في هذا الموضوع. فأنا أشوف أن الاستجابة في تزايد والوعي في تزايد، وإن شاء الله الفترة القادمة تشهد أيضا تعاون أكثر، بحيث أن إحنا يعني نجد أن أصحاب العمل والعمال في مقدمة الصفوف اللي تتصدى إلى هذه المشكلة وتضع الإجراءات الاحترازية موضع التنفيذ الفعلي. فإن شاء الله يعني إحنا نعول عليهم يعني ونعول على الحرص والتقيد والالتزام لصون الصحة العامة وصون أيضا مواقع العمل. إذن سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.